Ja. مغطي متلثم من عندي شايل السن هذا حق العقل ووجهي طالع شكله غلط وارم، فمضطر اغطي وجهي عن الهواء عشان ما يطلع شكلي غلط. لسانك حصانك ان سنته حصانك ركبها على الذراع، ذراعك حصانك ان استعملته بشكل صحيح حصانك. الحصان لما يحاول يعض مثلا مكان معين فيك مثلا قوت بطنك ركبتك الى اخره في القوت لغه جسد، او يحاول يهجم فجاه او يحاول يعض فجاه سواء في لغه جسد في بدوك او في القوت، في اماكن معينه تحاول تحميها دائما تكون حاط ذراعك عندها، عند وجهك عند فمك عند رقبتك عند بطنك الى اخره، مو فقط انك تبغى تحميها كناحيه فيزيائيه انه دائما يعضها يعض يدك، مع انه برضه مهم يعض يدك احسن ما يعض الاشياء هذه، لكن المقصد فيها تشويش انتباه الحصان. لما الحصان فجاه يجي ينصى مكان معين وتكون يدك مكان هذا المكان اللي ناوي يعضه، اي حركه من يدك سواء باتجاه الحصان او عن الحصان او يمين او يسار تشتت انتباه الحصان. زي الملاكم لما يضرب بيد واليد الثانيه عند وجهه يستطيع يستعملها للدفاع عن نفسه يعني حمايه وجهه، ويستطيع يستعملها لتشتيت انتباه الملاكم والخصم. فاستعمال ذراعك بالشكل المطلوب في الجود واللغه الجسد لها اهميه قويه جدا، اولا لحمايه الجزء اللي يبغى يعض الحصان، لو عض ذراع امن من انه يعض المكان اللي يبغاه كرقبه كوجه كبطن الى اخره. ثانيا في اللحظه اللي يحاول يعض لو اليد هذه سوت حركة معينة مفاجئة باتجاه الحصان أو عن الحصان، يعني باتجاه أو عكسه، الحصان بيتشتت انتباهه ويبطل يسوي اللي كان يسويه. فمن أهم الأمور اللي تستعملها بالشكل الصحيح الذراع، وأنا ما أقول ذراع مو قصدي قوة الذراع، قصدي استعمال الذراع كحركة تشتت انتباه الحصان في الجود ولغة الجسد.